السلام عليكم الخوت، مساء الخير عليكم، الله يحفظكم. انا مكتوبة جوي صفات على هذا الشيء في لونتري ديال الموبل. كيف قلت لكم في الفيديو السابق، هو انه الكونسيير شاكاني كل عام في هذه المناسبه ديال نويل كدير هاد لي ديكوراسيون، كتلصق هاد الملصقات اللي كتعبر على الفرحه ديالهم. فوالا الخوت، داكشي اللي كدير الكونسيير شاكاني صورناه لكم، ومازال غنصور لكم لافاس الاخرى اللي كدير على الجردة اللي من مورا البالكون. فوالا هادي البارتمان ديال الكونسيرج مع البارتمان ديال واحد الناس ايطاليين، كل عام تا هما كيديروا هاد الشيء هذا. ايوا هنايا في الجردة يعني اصحاب الموبل دارت ليهم هاد الناس اللي ساكنين في هاد الموبل، دارت ليهم تا هما الديكوراسيون ديالهم. واحد بتي بونوم ولد من اولاد بير نويل هذا سيتي بتي اورس، دب صغير دبيب. هنا بير نويل صور، هنا باهم وباهم عنده جرس، لا شتو انا نكبر، عنده جرس لاصق لي في حدا لا سانتير، وكاين جرس اخر اللي لاصق على الكرياج في لا دروات ديالو، وكاين واحد اخر في لا غوش ديالو، وعنده هو واحد لاصق في لا سنتور من تما كيجبد لي بونبون. ايوا هنايا بتي بونوم ديال بير نويل على لا لوج اللي باش كيتزحلق في الثلج. ايوا هنايا هاد الشجيرة الجميلة، وكاين هاد الكروسة اللي هي لاليج ديال بير نويل عمروها بلي كادو، وهنايا الغزالات اللي كيجرو، ربعة ديال الغزالات اللي كيجرو هاديك لاليج. فوالا، وحتى هاد الشجرة كانت عندها الأوراق خضراء وداكشي، حيدت ليها الخضورية مع الخريف، ولكن زوقوها بالضو. ايوا جات زميلة جميلة بزاف باش تعطي منظر في هاد الليالي هادي. ايوا مع واحد النجمة ديال خمسة أركان، ماشي ستة، خمسة. المهم كيف قلنا، هاد الضوا وهاد الشي كيبقى يعود على الايام التجاريه اللي كتجي في هذه الايام هذه، لان مع التريزيام سالير مع الخلصه القضيه كتولي مقفله مزيان، وكت يعني الكوميرس كيولي الرواج. هذا مكان
كي كتشوف هذا البالكون تا هو الاضواء سا رفليت دي كولور ديفيرونت. وكاينه واحد البارتمان لتحت الريتشوسي ديال في الريتشوسي البالكون ديالها مزوق حتى هو بالضواو بحال التريا. وهذا بالبيض هادشي راه منو للشارع. ودابا في هذه المناسبه كاع الناس غتبدا سميتو غتبدا دير هادشي ديال الضواوات واحد الوقيته غادي نصور لكم كاع لي زيموبل كلهم دايرين الضواو. هادي الفرصه اللي عندهم ديال هاد النوال كيفرحوا فيها بزاف. والخوت حتى من الشارع او الازقه في هذه المناسبه البلديه كتدير واحد الخدمه ديالها. واش انا كنوريكم من الجناب من هنا لان مع البوره ديال الزنقه ما كتخلينيش نبين داك الشيء مزيان. المهم كتشوف واحد ديكوراسيون بالخضار وفيها نجمات وكاين بولات صغيرين مشعلين وهذا الشيء كاين في الشارع كله. وهذا الشيء يلاه البدايه. هاد السيمانه الجايه على ما اظن غادي تولي الدنيا تبان كلها الضواو الفرحه ديالهم في هاد المناسبه عندهم بحال حنا عندنا عيد الفطر وعندنا عيد الاضحى. يعني كيكون فيه الرواج وكيكون فوالا. هادو الموبل تا هو الضوء هنا مدرقينهم غير الشجر. غنحاول نمشي من هاد البلاصة هادي باش نشد كلشي مزيان. هانتوما كيفاش كتشوفو الخوت لي بالكون كل واحدين اش من وقيته غادي يزخرفو البالكون ديالهم. المهم هاد الناس كانوا هما السباقين في هاد السيكتور هذا. ها الاخرين تا هما كذلك ومثال. المهم انا تعشيت خفيف وخرجت كنت سارة وفي نفس الوقت كنصور. فين ما مشيت دابا كنلقى هاد سميتو الشارع كيكون تا هو كيف قلنا دائما في هذه المناسبه تا هو كيتهلاو فيه. ايوا كتشوفوا اخوتي هذا الجمال ديال هاد الاطوال اللي مصايبه بهاد الشكليه ديال مزركشه. هنا خوت هاد الموبل هذا واحد المنظر عجيب اللي كتشوفوا ان الاضواء كتبان على الحيط ديال الموبل وكتخفى كتختفي. ها هي دابا بانت ابار البالكون اللي هنايا. وغادي هاد الزنقه ما عمرني دخلت منها كندوز من حداها ولكن بهاد القضيه ديال الاضواء اللي كاينه غادي ندخل
باش نصور شويه هذاك الشيء. الزخرفة هذيك اللي دزنا عليها قبيله بالاحمر وهذه بالبيض والزرق بلوروا. وهناك شجره مزركشه بالاضواء، فقدت الاوراق لكن الاضواء موجوده. هادو لي بواط اليتخ الخوت، عندهم واحد الديكور زوين.
هادي سو فورم دو غازيل. وهنا اضواء مزركشه وهذا تمثال. والمهم هما راه التماثيل والاشجار السابان يعبرون عن الفرح، عن الفرحه ديالهم بهذه المناسبه اللي جايه نهار 24 ونهار 25 اللي هو يوم عندهم شي حاجه ساكري. ولكن كمعلومه هادشي ديال بير نويل ما عنده حتى علاقه مع الدين، هذا ما هو الا كوميرس تجاره. علاش قديت لي كادو بير نويل؟ كيفرق لي كادو باش كاع الناس نهار قبل 25 في الشهر كيشريو لي كادو باش كتحرك التجاره الاقتصاد، وفي نفس الوقت هادوك الناس اللي يشريو لي كادو كيشريو العائله ديالهم الاولاد ديالهم وكيتبادلوا الهدايا. اذا هادشي كله من بكري من اللي بدا هاد نويل هي قضيه تجاريه ما عندها حتى علاقه بالدين. فوالا. اما نهار 24 25 هذيك بالنسبه لهم تاريخ اللي هو خاطئ في قضيه سيدنا عيسى عليه السلام الميلاد، فالميلاد في هذاك 24 خاطئ، هذا المكان. مهم شويه ديال التصوير شويه ديال التاريخ وشويه ديال اعطاء راي. هذا مكان، واذا كان شي واحد شافني قلت شي حاجه خطا يصحح لي في التعليق ديالو جزاكم الله خير. حتى ملي بيسيكليت بيتين برا تما غيدوقو التلج والشتا والدنيا هانية. ايوا ندخلو من هاد البلاصة شوية الرومانسيك الرومانسية. شوفوا هاد لا ديكوراسيون ديال الضو. هذه الأضواء وكأنك في أعماق البحار، ولا عندي غير أن أكواريوم ما شاء الله.
الله عطانا العقل وشوف البشر اش خلق اش بدأ. أيها الخوت، على هذه المشاهد الجميلة استودعكم الله الذي تتم بنعمه الصالحات، وملقانا مرة أخرى إن شاء الله ما دمنا على قيد الحياة. تبارك الله عليكم، الله يحفظكم.